صباح الخير. اليوم قاعد أنا أطبع أعمالي القديمة. هذا العمل عملته 1993، فهو عمل بسيط جدا، فهو عبارة عن شجرة الحياة مع جمل، والتقنية اللي مستخدمها هو حفر على نحاس، تقنية رامبرانت، يعني بالدراي بوينت مع شوية أسيد والأشياء دي. فحين برويكم عملية الطباعة بالبليتات على النحاس كيف تكون. فنجيب البليتة ونخليها، بعدين نكون اوريدي خالطين احنا الحبر، ونحاول ان احنا ندخل الحبر في الخطوط اللي موجودة في بليتة النحاس بشكل يعني متساوي جدا في البليتة، وبعدين نبتدي ننظف، نشيل الحبر الزايد يا اما بخلق او ان احنا دايرك بالورقة نشيلها. هذه العمل بليتة صغيرة، فاحنا ممكن ان احنا دايرك نستخدمها بالورقة. فتشوف العمل الحين يبتدي ملامحة تطلع كليشة في شو يسمونها كليشة الطباعة تكون جاهزة. الحين اللون تداخل في البليتة، فننظف الأطراف علشان ما تكون وسخة، وإحنا أوريدي بالمبدأ يكون العمل عندنا جاهز من ناحية الطباعة، لأن أوريدي الحبر تدخل في كل الخطوط والتقنيات اللي إحنا مخلينها. شوف صار كيف، هذه صير بدي الطريقة. فأحين إني أوريدي إحنا مخططين البورد مال المكبس، فاني نوضعها بالضبط على قياس، لان علشان يكون بالضبط نفس قياس حق الورقه. واني ناخذ الورق، وراني الورق مبلول، ونبتدي خليه نثبت الورق حسب القياس. ناخذ ورقه ثانيه خليها عليه علشان الفلت ما ينبل. نقوم بعملية الكبس. عملية الكبس تكون بذي الطريقة، يعني بحركة متوازية كامل بالمكبس، تكون الطابعة موجودة عندنا وردي جاهزة. ويعني مثل ما عرجت في البداية، أني أنا في بداية أطبع قاعد أعمالي القديمة، فيوجد عندي حوالي ما يقارب 300 كليشة، فحين قاعد في طباعتهم. أشوف هذه عملية الطباعة تقريبا تصير، وبعدين ناخذ الطبعة نوديها مع الطبعات الأخرى اللي تكون بالضبط نفس، تكون هذه الطبعات بالضبط نفس الأخرى. فأنت لو تشوفها كلها نفس الشيء. فأنا عادة لنطبع استخدم كليشتين، مو كليشة واحدة، علشان واحدة حبر واحدة هذه مع بعض. وشكراً.